كيف نكتشف أنفسنا ونعثر على قيمنا ونرفع من قيمتها؟ كيف نبتكر معنى للحياة أو على الأقل نجد فيها ما يروق لنا ويسعدنا؟ للإجابة سنأخذ جولة على كبار الفلاسفة والمفكرين ونبدأ بأغربهم. ولد نيتشه عام 1844 من عائلة بروتستانتية متدينة أبا عن جد. اشتهر بآرائه الحادة في الأخلاق والدين، وقدم أفكارا عميقة جدا غير مسبوقة ناقش فيها قيما أخلاقية كانت تعتبر من المسلمات. قدم رؤى جديدة تماما أرغمت الجميع على تأملها بغض النظر عن موافقتهم أو اعتراضهم، لأنها توغلت عميقا داخل مجاهل النفس البشرية وموروثها الأخلاقي والدين. دعا نيتشه كل إنسان إلى تحمل مسؤولية إنسانيته وابتكار هويته الخاصة. دعا إلى أن يتغلب كل إنسان على نفسه، لأنها ببساطة ليست بنفسه، لأنها ببساطة أشد خصمه الأكبر الذي جرى تصنيعه بإشراف جيوش من الكهنة، والذين هم حسب نيتشه من أشد الأعداء. كتب العديد من الكتب التي أصبحت من أبرز الكتب مبيعا وأكثرها تأثيرا، ليس على القراء العاديين بل كبار الفلاسفة والمفكرين والباحثين. أثور الإنسان على ذاته واكتشافها تتطلب اكتشاف العديد من الدروس والوصايا التي تركها لنا نيتشه. لا تتبع عقلية القطيع. يقول نيتشه أن الحقيقة مجرد أسطورة، أما ما نسميه بالقيم العليا فهي مجرد رؤى وآراء شخصية لا تعبر إلا عمن ابتكرها وروج لها. إنها قيم وعبر قرون أصبحت تحظى بالقبول على حساب عشرات من غيرها، ليس إلا بحكم العادة والتراكم التاريخي، بالضبط كما يحصل مع المنشورات الرائجة في السوشيال ميديا، فبعضها تهمل وهناك نسبة منها تقبل. يرى نيتشه أن قوانين المجتمع وعاداته تخلق، هي التي تخلق ما يسميه بعقلية القطيع، ويقصد بهذا أن أفراد المجتمع يصبحون كحيوانات المزرعة التي تميل إلى أن تجتمع معا حيثما تجد، دفء الحظيرة أولا، الغذاء الوفير ثانيا، الإحساس بالأمان ثالثا، التماثل والتشابه رابعا، المصير المشترك خامسا. من هنا ابتكر القائمون على الأمر حسب وجهة نظر نيتشه القانون الأخلاقي الذي يحكم العلاقات داخل القطيع، وهذا القانون يهدف إلى السيطرة على السلوك البشري والتحكم به. لكن هذه الطريقة لها مساوئها، وإن كانت تسيطر على النزعات البشرية السيئة، وكما لأنها تقتل الفرادة والإبداع البشريين، كما أنها قد تدفع بعض الأفراد إلى التمرد ومعاداة المجتمع وتفريط أمر الجماعة. فكلما ازدادت هيمنة وديكتاتورية ولاة الأمر على المجتمع، ازدادت نسب الجهل من جهة وفرص التمرد التي قد تسفر عن ردات فعل مدمرة من جهة أخرى. وهذا معناه أن القانون الأخلاقي يجب أن يكون على درجة من المرونة، بحيث يتقبل الآراء اللي الطالب بالتغيير. لكن ما الذي يحصل غالبا؟ الذي يحصل غالبا أن معظم مؤسسات المجتمعات الدينية والسياسية والتعليمية وعبر التاريخ كانت متشددة في قوانينها، بل أن هناك ما هو أسوأ، وهو أن يصبح التشدد عادة فيتطبع المجتمع أكثر من اللازم ويبدأ برفض أي بادرة للتغيير والتطوير. تصبح هكذا عقلية القطيع هي المهيمنة، ما يؤدي لأن يخشى أفراده
الخروج عليه خشة طردهم من الحظيرة الدافئة والضياء أو الضياء في بحار المجهول. هذا الأمر لا ينسحب على أفراد المجتمع فقط، إنما أيضا على النخب الحاكمة فيه، فهي تخلق القيم وتشترحها لصالحها، لكنها بعد ذلك تتورط بها عندما يتطبق القطيع على هذه القيم، تبدأ عملية جدل بين النخبة وبين المجموع، وهذا يولد توترات كثيرة لاحقا. لهذا نجد بأن الأفراد أو أفراد المجتمعات أو الجماعات عادة ما يطيرون من الذين يبرزون أي شخصيات أو نزوء للتفرد وللإبداع فيما بينهم. هذا بالنسبة لهم أو في نظرهم يمثل تهديد وخطر كبير على وحدتهم وراحة بالهم، لأن لازم نلاحظ بأن هاي الظاهرة ليست قديمة ولا جديدة، بل هي موجودة في جميع المجتمعات لمجرد كونها مجتمعات. قصص العباقرة، يكفي أن نتأمل بقصص العباقرة ومتميزين ومعاناتهم مع محيطهم أو من سلطات بلدانهم عبر التاريخ، ويعني ممكن أن نضرب أمثلة كثيرة تبدأ بالمصلحين والمفكرين وحتى الأنبياء ولا تنتهي بالعلماء، يعني أسماء كثيرة مشهورة منها ابن الهيثم، ابن سينا، ابن رشد، وتنتهي بالعصور الحديثة اللي بدأت ببرونو الذي أقدم في روما، وغاليليو وأيضا تشارلز داروين، وما زالت ما زالت الاحتجاجات عليهم لحد الآن من قبل المجتمعات المتزمتة أو المتدينة. السؤال، مما يتألف القطيع؟ يتألف من مجموعة من الأفراد الذين تخلوا عن ذاتهم لصالح الجماعة. هؤلاء سحقوا شخصيتهم واعتبروا أنها أمارة بالسوء جاذبة للفتنة، ففضلوا سحق ذاتهم والانسياق مع التيار العام، فارتاحوا ولكن لم يريحوا. في الحقيقة أن موقف هؤلاء عمليا صحيح جزئيا، وبدونه ما كان ممكن أن تتشكل الدول وتظهر أديان ولا المؤسسات المختلفة، بدليل وجود هذه المؤسسات ونجاح مشاريعها. لكن مشكلة هؤلاء، أقصد الأفراد، أنهم يتطيرون من أي تغيير كما قلنا، لأنهم محكومين بإيقاع العادة والتكرار، وهم كما يراني يخشون من الاعتراف بهذه الحقيقة، فماذا يفعلون؟ يتحججون بالعادات والتقاليد والأحكام الدينية والمقدسات وما إلى ذلك. لذا هم كما قلت يشعرون بالخطر من أي شخص بينهم أو في الجوار، ليس بينهم، أيضا المناطق المجاورة لهم التي تظهر هذه الصفات التي تهدد كيانهم واستقلاليتهم أو وحدة كلمتهم. الشخص المبدأ يفترض به كما يرى نيتشه أن لا يخاف من ردة فعل مجتمعه ضده، بدلا من هذا عليه أن يسير بعيدا عن خطى القطيع، يتركه خلفه فيشعل ضوء جديد أينما ذهب، وهذا الضوء الذي يشعله أينما ذهب هو كفيل بلفت الأنظار القطيع إليه وإعادة النظر. قد يشجع طبعا بعض أفراد هذا القطيع على إعادة مراجعة مواقفهم. لذا علينا كما يرى نيتشه مراجعة ما تعلمناه الطفولة، وخاصة ذلك الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من شخصيتنا. ففي جميع أنواع التعليم والتلقين يوجد ما هو مريب وغير نزيه، الغاية منه المحافظة علينا وإبقائنا ضمن القطيع، وهذا الإرادة التي يفرضها علينا المعلم أو رجل الدين أو حتى الأهل من أقرب الناس إلينا، الأم والأب، هؤلاء جميعهم يفرضون علينا قيم وعادات وأفكار ورؤى هدفها الوحيد والأساس دائما ضمان إيماننا بأقوالهم ودعاءاتهم. يقول نيتشه أن أضمن طريقة لإفساد فساد الشباب وإفسادهم هي أن تخبرهم بأن يحافظوا على تقدير أعلى لأولئك الذين يفكرون بالطريقة نفسها،
من أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف، أي أننا نشجع على التماثل ولا نشجع على الاختلاف، فيما أنه الحقيقة أنه المجتمعات تتطور وتكتشف العالم عن طريق الاختلاف والتنوع. الدرس الثاني: لا تتردد في دفع ثمن اكتشاف نفسك، فمهما كان هذا الثمن باهظا فسيبقى أقل بكثير من قيمة نفسك. هذا الدرس كما أرى صعب جدا، ولكن لا مفر من النجاح فيه، لأن الخسارة أو الفشل في هذا الأمر يكلفنا ذاتنا نفسها. نحن بالطبع ننفر غريزيا من مواجهة المواقف الصعبة والمؤلمة، وما نرغب دائما بتكبد مشقة أي شيء زائد عن الحاجة. كما نرى المعاناة نتهرب أيضا من المعاناة في سبيل إنجاز ما نرغب بإنجازه. هذا ما يجعل هذا الدرس صعب على كثيرين، وخاصة أن عالمنا المعاصر بات يمنحنا فرص كثيرة لأن يجعل كل شيء حولنا سهل وفي المتناول، ليس على مستوى الأجهزة والتقنيات الكثيرة اللي هاي بدأت تجعلنا راهبين وخاملين، بل أنه حتى راح يستثمر في وقتنا. يكفي أنه وسائل الإعلام حاليا تفرض حضورها علينا حتى في أكثر لحظاتنا خصوصية. من هنا نجد أن ظاهرة الإعجاب بنيتشه بلغته الحادة، رغم لغته الحادة وآرائه اللي بها مغايرة كبيرة ومبالغة في بعض الأحيان، ترجع إلى أنه يحفزنا على تحدي ذاتنا وكل شيء حولنا، أنه يعيد الروح إلى الإنسان المتعالي الكامن داخلنا، واللي أهملناه وأهملنا تغذيته ورحنا نضحي به من أجل قضايا لا تمت له الصلة. المجتمع هكذا يصبح أداة غايتها الارتقاء بأفراده، أما وحدة الجماعة فليست هي الغاية كما يرى نيتشه. نحن جميعا بحاجة لأن نكون رجالا ونساء أقوياء وشجعان، لا نهاب التحديات والمواقف الخطرة. يرى نيتشه أن على الإنسان أن يرتفع فوق الخير والشر، أن يكون شجاعا لا صالحا أو خيرا. عليه قبل هذا أن لا يتعلم أخلاق التقشف والزهد واحتقار الجسد. على الإنسان إذا تخيلنا نيتشه لديه مدرسة، ففي هذه المدرسة على الإنسان أن يتدرب على تحمل المسؤوليات، على أن يتحمل الآلام في صمت، ويتقن مهام القيادة. في هذه المدرسة أيضا عليه أن يتعلم، أو على الجميع أن يتعلم، والضحك أيضا. الضحك مسألة أساسية ركز عليها نيتشه في هذه المدرسة، وإلى حد أنه يقول لن يتخرج منها أحد، أو لن يتخرج منها أحد المفكرين أو الفلاسفة إلا إذا أثبت قدرته على الضحك من أعماق قلبه. لأنه يرى أن من يبلغ ذرة القوة يجيد الضحك من مآسي الحياة. هذه الدروس النيتشوية هي اللي تثير داخلنا الحماس وتلهمنا. فعلا وباء نيتشه طبعا ليس جيدا كله، وهناك مبالغات كثيرة، لكن هذه الإثارة هي اللي تلهمنا و تخلينا نعيد التفكير بكثير من البديهيات اللي كنا نعتقد انه غير قابل للنقاش. هو حتى احيانا يطالب بان نكون قساة واشرار، هذه مبالغاته هو معتاد عليها، لكن احنا علينا ان نفهمها بطريقة انه تخلينا ننقب ذاتنا بطريقة افضل. هو هذا الدرس الكبير اللي قدمنا نيتشه، واللي يهز بقناعاتنا الراسخة، واللي خلينا متألقين مشائين مبتكرين في كل لحظة. اختصار: يرى نيتشه أن الحيوية والشجاعة والعقل وعزة النفس هي اللي تصنع الإنسان الأعلى. فمن ينساق لعواطفه وغرائزه هو الضعيف، ناقص القدرة على قول لا حين يستدعي الأمر. فمن يريد أن لا يكون فردا عاديا في مجتمعه
يجب أن لا يتساهل مع نفسه أبداً. الإنسان الأعلى هو الهدف وهو المكافأة الكبرى لأتعابنا، ولن نصل إليه دون خوض أصعب التحديات. الدرس الثالث: حطم الأصنام. يقول نيتشه أن الإنسانية عاشت حتى الآن على عبادة الأصنام، أصنام أينما ذهبنا، أصنام في الأخلاق، أصنام في السياسة، وأصنام في الفلسفة والدين. لهذا يقول لا تترددوا في تحطيم الأصنام وخاصة الفكرية. هاجم أفلاطون رغم تأثره الكبير به، واعتبر أن سقراط ضحك عليه وكان مفسدا حقا، لأن سقراط كان يكره العالم الواقعي واعتبر أن كل رأي سائد، بل كل كلمة هي حكم مسبق. هاجم المناهج الفلسفية والعلمية وانتقدها بأقصى ما يستطيع، قال أنها قيود وتمارس بطريقة تدل على أنها تخشى أو تفكر بطريقة تدل على أنها تخشى مواجهة الحقيقة. فلا حاجة، يقول، لأن نقدم أي عزاء أمام الحقيقة ولو كانت قاسية ومخيفة، علينا مواجهتها وعدم التواري خشية منها. قال أن تلك المناهج كانت تمنع التفكير في طرق حل مشاكل عصر نيتشه الكبيرة في وقتها، وأيضا كان يشير إلى المستقبل. قال أن الحداثة الأوروبية هذه إذا استمرت بهذه الطريقة ستسير لطريق مسدود. طبعا هو من ميزاته كان لا يبالي بأن يكون مزعج ويضرب كما يقال بمطرقته كل شيء أو كل فكرة تمر أمامه. غضبه وانفعاله وعمق تفكيره وعبقريته أيضا جعلته ما لا يخشى مواجهة حتى البديهيات. قال إننا نجري عملية تزييف للواقع باستمرار، وطبعا هذا رأيي أيضا، لأننا يعني كما أرى احنا دائما عندنا حاجة بيولوجية أو عقلية إلزامية لتثبيت الواقع، فنتوهم أن ما نقوم به هو الحل الوحيد الصحيح، لكننا وبحكم يعني طبيعيتها لا نكتشف هذه الآلية الفيزيولوجية الإرادية على طريقة شوبنهاور يعني. فماذا نفعل؟ نصدق مواقفنا ونحولها إلى مقدسات على طريقة طواطم بدائية أو على طريقة أصنام وثنية أو يعني ما قبل التوحيدية أو على طريقة على نمط أصنام إلهية أو أرضية إلى آخره، يعني عقائدية أيضا. بدلا ما هذا نفعل، ماذا؟ بدلا من نأسس على قيم مرنة نضطر للتأسيس على قواعد أخلاقية وسلوكية، أو نلجأ إلى قواعد أخلاقية وسلوكية متكلسة وصلبة. طبعا المبرر موجود، لأن احنا كقياديين يعني مبتكرين للقيم ومراقبينها ما نستطيع الإعلان عن أي مرونة في هذا المجال. التشدد الصارم هنا مو خيار يعني، إنما هو حل أخير يعني مصيري، لأن الأصل مالته هو شرط وجودنا الإنساني، هذا اللي يجعلنا كائنات اجتماعية لا خيار أمامها إلا المقامرة على ثابت ما في لعبة القمار الوجودية حولنا. نحن لسنا بالتالي أكثر من أحجار زهر على طاولة العالم، وعلينا أن نجيد اللعب مع آلهته وشياطينه. علينا أيضا أن نجيد بلا رحمة ما هو أسوأ ببتر وأقصاء من لا يجيد اللعب بطريقتنا من أعضاء نادينا البشري. صيغة الجمع هنا تثير مشكلة أكبر، فمن نحن؟ ولماذا أفترض أنني واحد من النحن وفي الوقت نفسه أتحدث باسمهم؟ من أين امتلكت هذا الحق؟ ولماذا أعتبر هذا أمرا مسلما به؟ من هنا يجد نيتشه أن كل أشياء خاضعة للتأويل، وأيا كان هذا التأويل فهو عمل القوة وليس عمل الحقيقة. الدرس الرابع: ابقى وحيدا ولا تصدق حكايات تطوير الذات. هذا طبعا تحدي ليس بالسهل، ولكن يجب أن ندفع الثمن الفوز بأنفسنا وامتلاكنا بدلا من ترك الآخرين أو الجماعة أو القطيع يغمرنا بروحة القطيعية وقيم القطيعية. من هنا يجب أن نجد طريقنا الخاص، أو أنت عندما أخاطبك أن تجد طريقك الخاص وأن تبتعد
عن الطرق السهلة. ربما يعني يعني هذه الطرق أصلاً السهلة وجدت لكي تشتت أنظارك عن الهدف الكبير وهو الفوز بنفسك وحريتك. احذر أيضاً من حاجاتك الجسدية والنفسية، لا تدعها تقودك، بل بادر واجعلها هي التي تخدمك وليس العكس. معلمو هذا الزمان يعني على أصناف مختلفة، هؤلاء يغمرون بنصائحهم بتطوير الذات وطرق النجاح وتحقيق المال يعني المناصب الدنيوية، لكن نيتشه يحثنا على الذهاب إلى أعمق من هذا بكثير، لأن كما يرى بأن معركتنا هي ليست مع العالم الخارجي ولا حتى مع حاجاتنا الجسدية، إنما هي معركتنا من أجل تحقيق أنفسنا وشخصيتنا والأهم إنسانيتنا المتعالية، وهذه بالضرورة تتطلب الكثير من التضحيات، لذلك نجد قليلين من يسلكون هذا الطريق. نضرب مثال على هذا، هناك مثلا يأتي معلم أو مدرس أو أستاذ أو يعني موجه لنا أو مشرف، هذا دائما يحفزنا على الثقة بأنفسنا واكتشاف قدراتنا على تحقيق نجاح اجتماعي أو مالي أو إعلامي. نيتشه يطالبنا بأن نكتشف أنفسنا قبل الثقة بها، وعلينا قبل هذا أن نحلل ونفكك سبب رغبتنا بامتلاك هذه الثقة. معلم مثل هذا يريدنا أن نجيد إقناع الآخرين بشخصيتنا، وهذه الشخصية هو اللي يحاول أن يعني يبتكرها أنه بعيداً عن شخصيتنا الحقيقية، وهذا بالضرورة راح يؤدي بنا أن نهرب من ذاتنا ونعمل على تزييفها وليس اكتشافها. هذا التوجه وعام طبعاً الآن في السوشيال ميديا، هذا التوجه بعبارة مختصرة هو تنازل عن أنفسنا لصالح ماذا؟ لصالح القوة نفسها اللي تخطط لجعلنا جزء مطيع من القطيع ونفذ مصالحهم دون أن نشعر بحجم الخدعة التي نساق لها دون أن ندرك أبعادها. على العكس، الاكتشاف الحقيقي لأنفسنا هو اللي راح يغير نمط حياتنا، هو اللي راح يجعلنا ايضا مع الاسف نصطدم باقرب الناس، انه غالبا ما يجعلنا هذا وحيدين ومنعزلين كما يقول نيتشه. هذا معناه عدم ان معنى عدم تنازلنا عن تنازل كل واحد من عندنا عن ذاته او عمن يكون ما راح يكون ضد مصالح ايا كان، وعدم تنازل كل منا عن ذاته او عمن يكون لن يكون الا ضد مصالح أي إن كان ويريد على حسابنا أن يكون. نيتشه يدعونا لمواجهة شياطيننا، ولكن ماكو حاجة أن نرمي بهم بعيداً ونتخلص من شياطيننا، يجب أن نكتشف المعنى العميق لوجود هذه الشياطين معنا، أو الأشياء اللي نخوف منها، الأشياء اللي نعشقها بجنون، هذه تثير إشكالات إلنا، لكن علينا أن لا نهرب من مواجهته، وعلينا أن نكتشف المعنى العميق اللي يكمن خلفها. يقول مثلا، لا تمشي في طريق من طرق الحياة إلا ومعك صوت عزيمتك وإرادتك لتلهب به كل عقبة تعترض طريقك. نحن نحتاج للخروج إلى العالم، من هنا نحتاج إلى الخروج إلى العالم، نحتاج أن نجرب أحاسيس جديدة، تحديات وتجارب مختلفة ومغرية، مبادرات نحتاج تجعلنا نشعر بفرادتنا وقوتنا وقدراتنا الواعية وروحنا الحاضرة، حاضرة الذهن والشعور. الأهم أن كل واحد منا يتلمس ثراء الداخلي ويتلمس قدرته على مواجهة العالم لوحده ويتحدى. أما من لا يفعل ذلك فهذا لا حق له بأن يقول أنه قد عاش حياته حقا، كما أرى أو ربما قال هذا نيتشه، لكن أنا أرى هذا. يقول نيتشه في العلم المرح أن السر لحصاد أعظم وإثمار أكبر قدر من الاستمتاع في الوجود هو بالعيش بخطورة أو بشكل خطير. هنا يجب أن نذكر قضية البحث عن معنى، وكيف ينصحنا نيتشه بالبحث عن المعنى وعدم ويحذرنا من التورط بحروب المعاني القديمة. جاء
كما نعرف بأنه قديما وكثير من الشعوب لحد هاي اللحظة أو نسبة كبيرة من العالم أو البشرية ما زالت تعتبر أن المعنى من حصة الله فقط أو المخالق، وأن كل المعاني الأخرى هي مرتبطة به. زمن نيتشه طبعا كان زمن علماني علماني، وكان بالانتصار للعلم، وكان هناك التوجس من الدين، ويعني سبحته سيئة كان الدين. وأيضا ما كان الدين ذاك الوقت يقدم معنى مقنع للحياة الإنسان الحديث آنذاك، وهذه المشكلة ما زالت حتى هذه اللحظة. يعني العصر الحديث يقدم مشاكل وخلق أزمات تختلف كثيرا عن الأزمان القديمة. هذا دفع بالإنسان أن يشعر بالعدمية وباللاجئ. هذا أيضا يعني يقول نيتشه أن مثلا أنه كل الوسائل اللي كانت تجعل الإنسانية أخلاقية كانت حتى هذه حتى الآن لا أخلاقية للغاية. فبالتالي علينا أن نتبع قيم جديدة. هنا شي يقدم لنا يساعدنا نيتشه على تقييم، يقدم لنا ثلاث بدائل للدين، ويعتبر نهاية هي اللي راح تساعدنا على اكتشاف أو الأثور على المعنى البديل لمعنى الله. الأول هو بأن نلجأ إلى العلوم الإنسانية مثل مسرح، أدب، فن، موسيقى. هذه راح تساعدنا على اكتشاف واقعنا الإنساني وتزيد من إحساسنا بالمشاركة، يعني في المعاناة مثلا أو حل المشاكل فيما بيننا ومواجهة المشاكل بشكل مشترك. أيضا تساعدنا على أن نقرأ التاريخ، مو حتى نعرف الحقائق داخل هذا التاريخ، بل ما تعبر عنه هذه الحقائق والوقائع، بما يساعدنا بالنتيجة بالتعرف على ذواتنا وبنائها. إذا كنا إحنا ما عندنا رغبة بهذا التوجه، يخطر علينا أن نهتم بجانب آخر، ويسمي أن نحاول أن نصبح الأوبرمانش بالألمانية الإنسان الأعلى. أن نحاول أن ننهض بإنسانيتنا أو ذاتنا لكي تصل إلى مرتبة الإنسان الأعلى، وهذا هو اللي يصنع المعاني. يعني ما معنى الإنسان الأعلى؟ الإنسان الأعلى هو الذي يصنع المعاني، هو اللي يصنع القيم. يعني لا يحتاج أن يستعير أو يأخذ القيم من المجتمع أو الحاضنة اللي خرج من أثره كإنسان، أو ما يسميه نيتشه القطيع. فهذا هو يصنع معاني ويصنع قيم الخاصة بدون استعانة أو بأي بدون تأثير من التأثير عليه من الخارج. هذه الطريقة في بناء الشخصية راح يتخلص الإنسان من البحث عن معنى الحياة، وهو إيش راح يصير؟ عن طريق صناعة معاني الخاصة به فقط، وراح يتحمل بالتالي مسؤولية الكاملة عنها، عنده الجرأة على تحمل المسؤولية الكاملة لهذه المسألة. حسب نيتشه يقول هذه المسألة مو سهلة، يعني قليلون تمكنوا من تحقيق هذا الإنسان الأعلى. يذكر منهم أمثلة يوليوس قيصر الروماني، نابليون، بونابرت، بوذا، غوتا. فيقول هو بكل الأحوال هذا الطموح هو يكون هدف لتحقيق المعاني، مو الهدف النهائي. المهم أنك تسير في هذا الطريق. التمعن داخل ذواتنا بالتالي هو اللي راح يخلينا يسعفنا بإيجاد المعنى. يقول مثلا أن مقولة يقول أنني آت إليكم بنبأ الإنسان المتفوق، فما الإنسان العادي إلا كائن يجب أن نتفوق عليه، فماذا أعددتم للتفوق عليه؟ يقول أيضا الإنسان الأعلى أو الأسمى هو من يمتلك تحمل قدرة تحمل الجمال، ويمتلك العزم وعزم وجرأة الأسود، وأيضا يمتلك براءة الأطفال. من هنا عليك أن تجد المعنى ولو بأن تحب حياتك أيا كان حالها. يدعو هكذا نيتشه كل منا لأن نتقبل قدرنا جيدا كان أو سيئا، لأن هذا التقبل أو هذا الحالة هي تنتسب لك في تلك اللحظة. هنا يدعونا
نيتشه أن نتخلى عن إيمان الجماعة وأن نعثر على قيمنا الحقيقية. مهمة خلق الذات هكذا ليست سهلة وصعبة جدا، وبالتأكيد راح تقودنا إلى يعني مواجهة حالة خيبات أمل كثيرة واصطدام بنصطدم بكثير من مثير كثير من الأقارب والمعارف، ونتحمل راح نواجه قلق يعني مشاكل لا أول لها ولا آخر. لكن بالضرورة هذه هي فكرة نيتشه، أنه نواجه، وهذه المواجهة ضرورية لكي تجعلنا نصل إلى مرحلة الإنسان الأعلى، لأن هذه المرحلة هي تحمل داخلها معنى الحياة، وإن كانت يعني اللحظات اللي راح نواجهها لحظات قاسية. هناك أيضا يقدم لنا حل آخر، يقول ماذا لو افترضنا افتراض أن كل ما نفعله الآن سيتكرر في حياة أخرى تماما. لو تخيلنا هذا الأمر وشفنا بأنه هاي حياتنا راح تتكرر بالطريقة نفسها على مدى آلاف المرات في المستقبل، وأن كل شيء نقوم به حتى هذا الشيء اللي نقوم به الآن في هاي اللحظة راح يتكرر، أو أنه أي شيء بأي تفصيل من تفاصيل حياتنا راح يتكرر نسخة طبق الأصل. فماذا نفعل حين نشعر بهذا الشعور؟ علينا هنا هذه الفكرة، يقول راح تعطينا حافز على أن نفعل ما نراه يمثلنا تماما وليس ما يؤمن به القطيع. فتخيل من هنا أنك تبتكر قيمك الخاصة، وأنه تخلص قيمك، تصنع قيمك الخاصة وتخلص من القيم اللي شوهتها، يعني ساهم جميع في تشويهها، تشويه نفسك وتشويه هذه القيم، وهؤلاء جميعا اخترعوا لك هوية مزيفة وما تمثلك يعني بكل الأحوال. تخيل أيضا أنك راح تبقى حامل لهذه الهوية المزيفة في حياة أخرى، عبدا تابعا دليلا ينفذ فقط أوامر القطيع ويستجيب لها ويضحي من أجلها. حينها راح تدرك أهمية أن تكون أنت الذي هو أنت، لا أنت الذي تصنعه قيم القطيع، وبصفته أحد واحد من أفراد هذا القطيع المتشابهين. ستسعى بالتالي لأن تتوقف عن تكرار أخطاء الماضي، اللي من أي أخطاء اللي أنت كانت بسبب انتمائك للقطيع. العودة الأبدي هي التسمية لهذه الفكرة، هي مجرد فكرة لكنها فكرة تجعلك تسأل نفسك عن كل فعل تقوم به، وهل إن ما تقوم به مفيد حقا لك أم أنه مفيد للقطيع. فإن وجدت أنك لا تطيق فكرة ما أنت عليه أو تكرار ما أنت عليه، فهذا معناه أنك ما زلت مقصر مع نفسك ولم تشكل قيمك الخاصة بعد. هذا دليل باختصار على أنك ما زلت عبد خاضع لأصنام القطيع، بل وحتى لأصنام نفسك أنت أيضا. توقف بالتالي عن تكرار الأخطاء، وهذا لا يحصل إلا عندما تراجع كل القيم الأخلاقية اللي فرضتها عليك ثقافة القطيع التي لا تخصك. عندما تحقق هذه المراجعة بالإمكان أن نقول أنك صرت الأقرب منا إلى الإنسان الأعلى. ممكن نقول بأن أغلبنا يعيش خلف قضبان سجن فرض على نفسه بنفسه، والحجة ما هي؟ هي الحجة هي السيطرة على الوحشية البشرية أو التوحش أو الوحش الداخل البشر وتحجيم هذا الوحش والسيطرة عليه والتحكم به. هذا السجن يسميه رجال الدين أحيانا حظيرة الدين، فيما يسميه رجال العقائد بأسماء أخرى، يعني السياسيين ورجال العقائد والأيديولوجيات المختلفة، لكل واحد منهم أدى أسماء خاصة. هذه الحظيرة عندما ينشئها هؤلاء القادة أو أولياء الأمور، هذه مع الزمن نعتاد عليها وتصبح جزء من أدنى، ونتعود كما قلت على دفئها، وحتى تصبح إدمان وعادة لا ليس من السهل التخلص منها. نيتشه يقول التخلص منها ممكن، كيف؟ عبر مراجعة جميع قيمنا وعادة تقييمها وفقا لحاجاتنا الشخصية والمعنى اللي إحنا نمنحها لحياتنا. لهذا يجب أن نتمرد وأن نشعر بلذة هذا التمرد، ليس على المجتمع بالضرورة بس على نفسك أيضا.
كن شجاعا واكسر تقاليد وعادات الدين والمجتمع. لا حاجة لأن يكون هذا التمرد بالضرورة عنيف ومفاجئ، يكفي أن يكون تمرد ذكي وهادئ، لكن تمرد حاسم ونهائي. ممكن يعني كل واحد أن يعد قائمة بكل القيم والعادات، وحتى الأشخاص اللي يعني يسرقون حياتنا أو حياة كل واحد من أبنا، ويقررون بعد ذلك كيف يتخلصون من هاي القيم أو يتمعنون بها بحيث يجدون ما هو قريب إلى أنفسهم أو حقيقي أو مزيف ولا يصب في مصالح أو لا يصب في حاجاتنا وذاتنا الخاصة. المهم في النهاية أن نهرب من هذا السجن اللي يحاول الجميع إبقائنا داخله مقيمين وإلى الأبد. الدرس الخامس: اكتشف عبقريتك. السؤال كيف؟ يقول: اتبع طريقا لم يسر فيه أحد قبلك، واكتشف ما كان على وشك أن يضيع عليه. أنت تعرف أنك كائن فريد من نوعه ولن يتكرر، ولن يسير أحد غيرك في هذا الطريق. كن قويا وجريئا إذن واكتشفه بنفسك. ويقول نيتشه: يوجد في العالم سبيل واحد لا يمكن لأحد غيرك أن يسلكه. إلى أين يؤدي ذلك؟ لا تسأل، اسلكه فقط. لذا أقول يسارع كل منا باكتشاف نفسه، وأنه وأنا واثق بأنه راح يكتشف بين أين تكمن عبقريته في الوقت نفسه وأين تكمن فراته وخصوصيته. من هنا بإمكان كل واحد منا أن يبتكر قيمه الخاصة وعادات الجديدة، وهذا يخلي أن حضورك دائما موجود في أي مكان، ويجعل حضورك في أي مكان وزمان إلى طعمة وميزته الخاصة. هنا بهذه الطريقة راح تكتشف كل الأشياء اللي تحبها فعلا، وراح تتذوق سحر هذا الاكتشاف لذاتك وللعالم من حولك، وبالنهاية أنت راح تنشر عبق هذه الاكتشافات اللي تمثلك تماما أينما حللت في ربوع هذا العالم. الدرس السادس وهو درس نيتشه الأكبر: اهجر القيم البالية واخلق قيما جديدة. يقول: والسبب أن جميع قيمنا قديمة وباطلة، وعلينا بالتالي إعادة تقييم جميع القيم وخلق قيم جديدة. نستطيع القول أن كل فلسفة نيتشه يمكن وصفها بأنها محاولة من أجل إعادة تقييم القيم، وقلب سؤال الوجود ومشكلته الميتافيزيقية وحتى الدينية، واستبدلها بمشكلة القيم. وهذه مسألة فلسفية جعلت نيتشه مثير لنا جميعا، وجعلته قادر على أن يبقى حاضر معنا مهما تقدم الزمن. هو بالتالي جعل حروب البشرية على المعنى أضحوك، وراح يحلل ويفكك معنى المعنى. من هنا أصبح السؤال: أي معنى يستحق بذل الجهد من أجله؟ وليس أي معنى هو الصحيح أو الأصدق. هو حول البحث من أجل تحويل البحث يعني حول هو من أجل تحويل البحث في الوجود إلى البحث في القيمة والتقييم. هكذا كان مشروع نيتشه، هو قلب الميتافيزيقا الغربية، واعتبار أن حقيقتها تكمن في أنها مجرد أخلاق، وهذا اللي ترك تأثير كبير جدا على جميع الفلاسفة بعده، مثل فوكولد وروز تريدا، فلاسفة مدرسة فرانكفورت واللي من أجلهم هابرماز، كذلك فلاسفة الوجودية مثل هايجر وياسبرز. هذا هو تقريبا مو درس ده، لكن هو درس قدمه نيتشه لجميع الفلاسفة اللي هم بعد ذلك قدمونا دروس من خلال فكرة نيتشه وتأثرهم به. كان يقول نيتشه في إرادة القوة أن الحقيقة هي ذلك النوع من الخطأ الذي لا يستطيع نوع معين من الكائنات الحية أن يعيش بدونه، أن قيمة الحياة هي الشيء الحاسم في نهاية الأمر. هذا أقول بأن قراءة نيتشه رغم طابعها الحاد المتطرف أحيانا تدعونا لاكتشاف أخلاق جديدة، أخلاق تشجعنا على الهبوط إلى الأعماق وتهديم أسس الأخلاق القديمة لواقعنا، وهي تجعلنا نعيد النظر فيها قيم مثل الفضيلة، الشفقة، حب القريب، التواضع، احتقار الجسد، الخير والشر. هذه كانت قيم لا تقبل النقاش، لكن بفضل نيتشه أصبحت قيم غامضة ويجب مراجعتها والتدقيق فيها ومعرفة أصولها.
لماذا؟ الجواب سنجده عند نيتشه حين يقول: أن يقاضي الإنسان نفسه بنفسه فتلك لحظته الأرقى. فليس هناك ما يكفي من الحب والخير في هذا العالم لنسمح بالتخلي عن أي قدر منهما لكائنات وهمية. لماذا أيضا؟ لأن هناك أوثان في هذا العالم أكثر من الحقائق. مع السلامة.